سي عبد الرحيم اورغيس، اليوم التكريم ديالك بحضور ديال جمعيه ديال القدماء الاسفيه، القدماء ديال كوكب مراكشي، كلمه وكيف تشوف هذا الناس اللي تفكروك في هذا اليوم هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تشكر جميع اعضاء مكتب المسير لكوكب المراكشي فرع كره السله لهذه الالتفاته اللي كانت منتظره من زمان. الحمد لله على كل حال جات في وقتها، والان حنا في واحد الحفل بهيج بين اللاعبين القدامى ديال الكوكب المراكشي في مقابله وديه ضد فريق قدماء اسفي اللي لباو الرغبه من اول وهله. اتصل بهم الحاج جندوب قال لهم راه كاين التكريم ديال المدرب القادم اورغيس، قال لي حنا موجودين الحمد لله، وجاو دابا حنا في صدد التسخينات وغادي ندوزوا واحد المقابله الحمد لله في جو رائع ومع الاصدقاء ومع الاحباب، وهذا هو المنتظر في الحياه الحمد لله. سي الاصبهاني نجم من نجوم جيل جلاله، اليوم تتحضر في هذا التكريم ديال احد رموز كره السله بمدينه مراكش، سي عبد الرحيم اورغيس. سي الاصبهاني كنت تشوف هذا التكريم وعاودنا شويه على سي اورغيس وعلى العلاقه ديال الاصبهاني بكره السله. ايوا حقيقه هذه بادره طيبه هذه لفريق الكوكب اللي كيدير هذا التكريم هذا، يعني هادو الحويجات اللي مفتقدين ليهم، وخصنا نضبطوا بالنا شويه الباسكت لانه راه حتى هو راه من الالعاب اللي هي جيده. نتمنوا لهم ان شاء الله مسيره طيبه. سي اصباني، سي اورغيس فهو لاعب ومدرب وعطى بزاف ديال اللاعبين في مدينه مراكش سيرتو في الكوكب مراكش، شي كلمه في حق هذا السيد؟ ايوا هذا التكريم يعني الناس يعني في اليوم راه تيكرموا هذا الجميل اللي حتى هو اللي كاف حتى هو وكان من الابطال ديال كرة السلة. يعني نتمنوا ان شاء الله هذا الشيء ما يكونش غير هنا محبوس، يزيد ان شاء الله ويتكرموا واحد جميع الدراري الفنانين ديال كرة السلة. وبهذه المناسبة ديال التكريم السي عبد الرحيم اورغيس، اللاعب اللي دوزنا معاه في واحد المدة ديال كرة السلة بمعنى الكلمة، و تنتمناو ليه واحد سيره مستقبله ان شاء الله في هذا الميدان ديالو في هذا التدريب وفي سميتو. وبالنسبه للجمعيه ديالنا جمعيه قدماء كره السله حديده العهد، وتنشاركوا تنتمناو جميع المدن يديروا هذه الجمعيات ديال القدماء ويبداو يتحركوا يديروا ان تورنوا بعضياتهم مناسبه عيد الوطنيه وهذا الشيء، وتكريم جميع الفعاليات الرياضيه ديال كره السله. والسلام. اولا تشكر مراكش الرياضه على الاستضافه، ف جيت سعيد اليوم بهذا التكريم ديال هذا اللاعب اللي عطى شيء كثير للكوكب الرياضي المراكشي لكره السله. تنتمنى ان شاء الله تكون هذه البدايه وتكون ما تكونش نهايه، باش تكون لاعبين اخرين ولاعبات اللي عطاو الشيء للفريق الكوكب الرياضي المراكشي، وان شاء الله تنتمنى لهم التوفيق. ولاعب عبد الرحيم السي عبد الرحيم عطى الشيء كثير لفريق كوكب. واش دابا لاعب؟ راه ما بقاش لاعب، لا لاعب ولا مدرب؟ لا كان لاعب سابقا، كان عنده اخلاق عاليه، حاليا في التدريب. تنتمنى له مشوار سعيد، وتنتمنى لاي لاعب اللي حبس من كرة السلة ويدير التدريب فتنتمنى له المشوار سعيد. وشكرا سي صابر. في الحقيقة احنا ماشي نقول لك بانه احنا مقصرين من جهه اللاعبين ديالنا والمسيرين ديالنا والمدربين ديالنا اللي تواكبوا على 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 هذا الفريق، والحمد لله الان استدركنا الموقف وحاولنا باش نكرموا، لانه فات منا كرمنا في واحد تقريبا شهرين هذه كرمنا اللاعب ديالنا وعميد الفريق ديال الكوكب الرياضي المراكشي سابقا السي مهدي بني، والان جاء دور اللاعب والمدرب المهنك السي عبد الرحيم اورغيس اللي في عقا ابلى البلاء الحسن في كرة السلة المحلية والوطنية كلاعب وكمدرب، وترجع له الفضل الفضل الكبير بعد الله تعالى لهذا الشيء اللي وصلت له الكوكب، لانه كان السي عبد الرحيم اورغيس كان مع عبد ربي، كنا بدينا من الصفر من بعد في سنة 2005 بدينا من الصفر انا والسي عبد الرحيم من القسم الوطني الثالث
وبقى مع القسم الوطني الثاني للقسم الوطني الاول، ومن بعد مع الوعكه الصحيه اللي المات به قرر باش يغادر الفريق هو نفسه، وتنتمنى عند الله تعالى باش الشفاء العاجل ليه وصحته والسلامه ويخليه لوليداتو والاهلو، وان شاء الله باش يولي لاباس ويجي، علاش لا يجي وكب معنا هذا التسيير في القسم الممتاز ان شاء الله.